ايه؟ اتخضيتي ولا ايه؟ ولا شفتي عفريت؟ جرى ايه يا راضي؟ ما خلاص خلصنا بقى. انا عايز اعرف بقى خلصنا من ايه؟ هنوقف كل ده يا بدريه مستني عشان اعرف احنا خلصنا من ايه؟ في ايه؟ مالك ببصلي كده ليه؟ بصلك يمكن اعرف اشوفك من اول وجديد. بقول لك ايه؟ انا مش فاضيه للكلام الفاضي ده، سيبني اروح لحالي الله يبارك. هسيبك بس قولي لي الاول ايه الحكايه اللي خلصنا منها؟ تقولي ولا اقول لك انا؟ فاكره؟ كان في عيل صغير فرح لما كبر وشنبه بدا يخضر ورجله شالته وقلبه بدا يدق ويتعلق ببت زي القمر كانت بضفاير. كان بيفرح لما كل شويه تكبر قدامه لحد ما عششت في قلبه بقت عامله زي الجنيه اللي لبسته. سيبنا مش الله يبارك لك. تمشي فين؟ عارفه البت عملت ايه؟ طلع لها جناحات وبقت عايزه تطير. هو يعني مش هيعرف يطير وراها ولا حتى هيجري عشان بقى اعرج يا بدريه. تعمل ايه بقى الهانم؟ تدوس عليه بالجزمه عشان تشب وتطلع لفوق. انت ايه الكلام الغريب اللي انت عمال تقوله النهارده ده؟ في ايه؟ مالك؟ اسمع، انا عامله حسابي للعشره والعيش والملح، لكن لو الختمه الشريفه لو ما لميت الدور لا هفرج عليك الخلق. انت لسه هتفرجي؟ خلاص ما اللي اتفرج اتفرج والحركه كلها شافت. شافت ست الحسن لما لقيت ابن الحلال اللي على مقاسها بالظبط. اه قول بقى انك محروق. محروق منك انت يا بت؟ والله العظيم ما تستاهلي. انت اقل من كده بكتير. انت عامله زي العيا. العيا الواحد ما بيصدق يخف منه. وانا خلاص يا بدريه. انا خلاص خفيت منك. يلا يلا يا عروسه روك. الله يبارك فيك.